للحديث أكثر عن تداعيات انهيار أسعار النفط في العالم وأثر ذلك على اقتصاد العراق المنهار لعدة أسباب ضاعفها ما يشهده العالم من تراجع غير مسبوق لمبيعات النفط وكذلك لأسعاره، ينضم إلينا عبر الهاتف من الإمارات العربية المتحدة الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور سعد محمد عثمان. دكتور سعد، مرحبا بكم. تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 18 عاما بالنسبة إلى خام برنت تسليم حزيران، لكن إلى ما ترجع هذا الانهيار غير المسبوق؟ هل لتراجع الطلب دور في هذا الانهيار دكتور؟ مرحبا بكم المشاهدين الكرام، والله يقيك. الو، نعم تفضل. اسمعك تفضل دكتور. نعم الأزمة النفطية في العالم هي بدأت طبعا قبل 2020، كان هناك انذارات كثيرة بتباطؤ الإنتاج وبدأ أزمة أسبابها مختلفة، منها انخفاض نسبة النمو في الصين. طبعا اللي عزز هذه الأزمة أكثر، يعني حولها إلى أزمة كبيرة، هي قصة يعني كان يعتقد أن هناك انكماش اقتصادي في العالم وكانوا يتنبؤون بحدوث أزمة. ومع تفشي أزمة كورونا تقريبا توقفت عجلة الاقتصاد، خاصة في القطاعات المهمة مثل الطيران والسياحة وقطاع الإنشاءات وصناعة السيارات. وقل الطلب الفعال، وحتى نمط سلوك المستهلك تغير بسبب الحجر. فالحجر شمل تقريبا 4.5 مليارات إنسان. ثم شاع الهلع بحيث الإنسان بدأ يميل إلى الاحتفاظ بالنقد خوفا واحتمالات وصول الأزمة إلى حالة. ثم انتشر اهتمام الناس بقصة الأدوية وقصة المعقمات وغيرها وبدأوا يتناسون، فهذه كلها يسموها طلب فعال. بالنتيجة ما الحاجة إلى النفط طالما السيارة واقفة والطيارات واقفة والبواكر واقفة إلى آخره، والجو دفى تقريبا قصة البرد. فهذا اعتيادي أنه نعم أن للطلب دور مهم جدا، إضافة إلى معالم الأزمة في تباطؤ الانتاج والنمو في العالم. إذن دكتور، يعني قلة الطلب هو بسبب توقف المصانع والمعامل والمستشفيات وغيرها، إضافة إلى استخدامات الشخصية للناس. لكن دكتور سعد، في هذا الإطار هل توجد أي مؤشرات لتكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم أيار التي شهدتها البورصات أمس على عقود شهر حزيران؟ تعتقد ذلك؟ هو مرتبط بفك الاقتصاد، إذا فتح الاقتصاد يرتفع سعر النفط، ولكن فك الاقتصاد مع وجود خزين قد يقدر 300 مليون برميل ما أعرف أكثر، حتى ترامب اليوم يصرح أنه راح يخزنون 75 مليون. إذا ما انفك الاقتصاد فمعناها أنه يميلون إلى بناء استورات جديدة، يعني مخازن للنفط ذات فاعلية ويعني طاقة عالية، وهذه تأخذ وقت. ولذلك من المتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط، طبعا سوف لن تكون صفرية، سوف لأنه قصة الصفرية وبالماينس جوا 37 هذه كانت فقط مرتبطة في أمريكا، أما بعموم العالم فهو نسميه دومينو إفكت، يعني الأثر الدومينو. ولذلك سنجد أن هناك انخفاض في أسعار النفط دون ال20، ربما قد تصل إلى 14-15 دولار. طيب دكتور، هل أثر انهيار الخام الأمريكي على مبيعات الخام العربي؟ هل هناك تأثير؟ الطلب مترابط بالتأكيد، رغم أنه بعض الاقتصاديين ينفون هذا الاختلاف الأسواق. ولكن هي أمريكا دولة منتجة، فبالنتيجة يعني إذا هي تقدر تنافس وهي خزينها موجود. فالخام العربي بالعقود الآجلة اليوم سجل بعض الانخفاضات من 22 إلى 18 إلى 21 تباين، ولكن واحتمال ينخفض أكثر يعني لعقود شهر حزيران احتمال، وربما ستمتد هذه الأزمة، لأن لا يوجد أزمة اقتصادية، هي فيروس نشلة واحد ما يطيب منها إلا يطولها في أسبوع أسبوعين. فهذا فيروس اقتصادي، دورة اقتصادية ستأخذ وقتها، ربما قد تطول شهور أو ما أعرف أكثر. دكتور مع هذا الانهيار الذي يشهده العالم يعني وغير المسبوق عالميا،
كيف سيتأثر العراق بهذا الانخفاض الحاد دكتور، خاصة على رواتب الموظفين، وأن واردات العراق تعتمد أكثر من 92% على واردات النفط؟ أولا هناك فائض في السوق، يقدر بعض الدول يعني بعض الدول عندها فائض، على كل حال هو فائض في السوق من العرض معروض من النفط بين 25 إلى 30 مليون، والعراق التزم خفض مليون من صادراته إذا كانت صادراته بحدود 4 أو 3.5 مليون، فهذا أثر على دخله واحد. طيب. اثنين، مع وجود سعر اللي هو نتوقعه هو دون العشرين، إذا ما تحرك الاقتصاد بشكل سليم ولا يمكن أن يتحرك الاقتصاد بهذا الأجل القصير ربما إلى نهاية السنة، سيكون العراق من أكثر البلدان المتضررة اقتصاديا. ليش؟ لأنه يعتمد بين 92 إلى 95% من موارده على النفط. نعم. وثم لا يوجد بدائل في هيكل الإنتاج، هي معيار قياس أي بلد تطوره هو شقد الناتج المحلي من السلع غير السلع الأولية يعني مثل النفط. فطالما ليس هناك إنتاج في الزراعة والصناعة ولا يوجد خدمات أخرى مثلا في التعليم وغيرها، فإذا سيتضرر العراق، وكذلك لعدم وجود أي سياسة لمواجهة الأمن الغذائي والدوائي استراتيجية، وعدم وجود صناديق لضمان الأزمات يعني استراتيجيات مواجهة الأزمة، مثلا صناديق الأجيال اللي موجودة في الخليج اللي قد تصل منها إلى تريليون تريليون وكذا، هذه ممكن تعيش هذه البلدان 5-6 سنوات بدون أي عوائد. ثم الفساد الإداري اللي موجود يعني لا. هو اللي العامل المهم اللي دمر الاقتصاد العراقي وجعله اقتصاد وحادي الجانب ويشكل خطورة على الشعب، وعلى يعني بالتأكيد هناك تأثير على مدخولات الناس سواء موظفين وغير موظفين. دكتور، نعم. فيما يخص مدخولات الناس كما وصفتهم، هناك من يدعو إلى تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 25%، كيف ترى ذلك دكتور؟ إذا كانت رواتب الموظفين حاليا كافية للحياة لا بأس، ولكن المعروف أنه أكثر من 90% من رواتب الموظفين أو أكثر هي الحد الأدنى للحياة، اللي يعني تضمن له حياة بسيطة جدا، أكل وشرب يمكن سكن دفعته، يعني لا يوجد شيء. هو عادة الاستقطاع يصير تصاعدي في الدخول العالية، أما الدخول اللي يعني شوف سياسة العالم كله حتى هاي أمريكا الرأسمالية الآن تدفع 1200 دولار لكل مواطن أمريكي جالس في البيت بالشهر، وهكذا كل الدول سخت بتريليونات للحيلولة دون شغلتين، أولا أنه الاقتصاد ينهار، ثانيا أنه الوشائج الاجتماعية بسبب الفقر اللي ممكن راح يصير ينهار، لأنه هذا الفقر اللي إذا تفشى طبعا آثاره هي ليست فقط على الجوع، إنما آثار نفسية وآثار يعني قد تكون إلى الإنسان عندما يجوع ولا يجد قوت لأطفاله، شو تعتقد يسوي؟ راح يتخرج؟ راح يسوع. ولذلك هذه قصة الاستقطاع في زمن صارت، في زمن تأميم النفط نعم صارت، ولكن كانت مرهومة بفترة وعيدت الأموال بقيمتها الحالية. هل نضمن أن قيمة الدينار ستحافظ على قيمتها مع وجود احتياطي متواضع في البنك المركزي؟ هو هذا السؤال دكتور. طيب دكتور، العالم يتجه إلى ركود اقتصادي الآن، الشكوك أنه ليس هناك فقط انكماش، إنما يتطور الموضوع إلى أشبه بالركود الاقتصادي اللي هو يشل الحركة. نعم دكتور، إذا ما حصل هذا التخفيض برواتب الموظفين 25%، هل سيؤثر على السوق العراقي يعني من ناحية الإقبال على الشراء؟ ما هو السوق العراقي مبني على الاستيراد. طيب. بالتأكيد أنه راح يتأثر جدا السوق، طلب راح يتأثر لأنه الدخل راح، فالناس راح تلجأ ما أعرف إلى أي طريقة لتعويض حاجاتها، يعني هي الدول في هذه الظروف لازم تعفي من كهرباء من المي، تعفي تخفض ضرائب، تخفض تمنح بعض الخدمات المجانية حتى الناس يعني تطمئن إلى دور الدولة القوي في ظل الأزمة، وهذا العقد الاجتماعي اللي هو بين الإنسان وبين الدولة، الإنسان يضحي لدولته مقابل أن الدولة تحمي في ظل الأزمات. من الإمارات العربية المتحدة الخبير الاقتصادي والدولي الدكتور سعد محمد عثمان، شكرا جزيلا لكم.